مساء الخير. السبت 23 رمضان، اساطير الاولين، البوصله. امبارح للي متابع برضو انتهينا تماما من شرح الهندسه، كيف يفسر القران بعضه ببعض بعقلانيه وبانضباط في الالفاظ وبدون دخول اساطير، لان القران ليس فيه اساطير. فاكتشفنا للي عايز يصدق او نطرحه لمائده البحث انه ليس هناك في القران اي شيء أو أي إخبار إلا عن يوم قيامة عادي جدا، نفخ في الصور، جمع له الناس وكلهم ينسلون، يمشوا سراعا من الأجداث، وهنا من كل حدب وصوب أو حدب وصوب، وإن الكفار بيقولوا كلام متساوي، وإن الوعد ربي هو الدك والشق والفتح للمكان الذي سمي باسم القوم الذين ماتوا، الله يرحمهم، اللي اسمهم يأجوج ومأجوج، وإن مفيش حاجة من الكلام ده خالص. طيب ايه بقى اللي خلى فيه الأسطورة الجميلة اللي هي كده يعني، وناس كبيرة بقى وهتجري علينا وهتدوسنا وكده؟ تعالوا نشوف كتب الأحاديث ونفكر بعض بقواعد بسيطة. أنا لا أهتم إلا بالأحاديث اللذين أو الذين في الكتابين، ما دون ذلك بالنسبة لي وكدارس، وأنا شرحت لكم علم الحديث كله في برنامج قديم، كدارس متعمق في علم الحديث كل كتب الحديث، لأن بجد البخاري ومسلم أعلاهم، طبعاً بخاري ثم مسلم، لا تعنيني، أغلبها أحاديث ضعيفة، ضعيفة تماماً، فلا لا يعول عليها. فأنا تعويلي على البخاري ومسلم. وأنا شرحت برضو من 3 أيام في مسألة حرب اليهود أن البخاري أعلى من مسلم بشهادة كل العلماء، وأضبط من مسلم، وأكثر دراية ودربة بحرفية علم الحديث. وانا في اخر الحلقات اللي قلت لكم عليها حلقه او كده اللي فيها تحليل لماذا ادخلت هذه الاساطير، هبكلمكم كلام مهم عن كتاب مسلم. فاسالني سؤال المعروف زي كده، موضوع حرب اليهود بالظبط. الروايه بتاعت عبد الله بن عمر كانت في البخاري روايه منضبطه بتقول تقاتلكم اليهود، مفيش لا تقوم الساعه، مفيش احد. فتخيل ان الاسطوره دخلت بس فقط من طرف كتاب مسلم، وانا قلت لكم الراوي مين هو. ادي اللي انت بنيت عليه دينك كله على شخص متهم بالنسيان والخلط والكذب، شخص واحد في الحياة كده، انت اقمت على كلام هو قاله وهو متهم بالكذب دينك كله، واعتبرتها عقيدة، مش بس حديث احاد، ده حديث احاد ضعيف، حديث احاد لا يقام عليه، زي ما قلنا في اول حلقة وجبنا رأي الاكابر، لا يقام عليه عقيدة، فما بالك حديث احاد ضعيف. الوضع شبه كده يا فندم بالظبط، وانا اقولها لك كده عشان تتبسط. ليس هناك، بما ان البخاري اعلى من مسلم وانا اجلهما وهما الاثنين علماء حديث الكبار والاعتماد عليهما، لكنهم لازم حتى مش هقول لكم بشر بس يراجعوا الفروق ما بينهم تبين الاخطاء فين. خلي بالك الراوي اللي هناك اللي قلنا عليه في حرب اليهود البخاري لا يقبله الا في الشواهد زي ما انا شرحت ساعتها للي متابع. طيب اسالني سؤال، هل الاسطوره او الحكايه بتاعت يأجوج ومأجوج، طبعا عاميا يعني لما اقولها في القران اقولها يأجوج ومأجوج، دخلت من الاحاديث في البخاري ومسلم؟ اقول لك لا، البخاري لم يذكر حديثا واحدا، يعني مش بس بقى القران ده، بعد القران كمان البخاري لم يذكر حديثا واحدا عن قصه ان هم طوال وهيطلعوا من ورا السور ويدوسونا، ولا كلمه. فتعالوا بسرعة أقول لكم إيه الفرق بين رواية البخاري اللي أخرجها عن كلمة يأجوج ومأجوج والحدث ده، وبين رواية مسلم اللي هي بنت لكم كل الأسطورة دي. هقول لكم كلام مهم، بصوا بقى رواية البخاري نبتدي بيها الأول، ولا أقول لكم تعالوا تدي رواية مسلم؟ هقول لك ليه. شوف يا عزيزي، ركز في اللي هقوله لأنه هيتقال فيه كلام مهم. الرواية التي في مسلم أنا هقول ورا بعض وأنت بقى راجع ورايا، عن صحابي، مش هقول لك السلسال بتاعه، سيبك منه، خلينا في الصحابي. طبعا صحابي، كتب الحديث من قلة فترة وجوده مع رسول الله يقال كده بالظبط عنه، وكان له وأبوه صحبة. شوف اعرف حاجة، لو فتحت كتب الحديث أو عايز تطلع على كلام إسلام أو كده، هتلاقي إن ده صحابي جليل، مهاجر أنصاري، هاجري مكي قرشي، الأوصاف العظيمة اللي عن الأسماء الكبيرة اللي أنتوا عارفينها، اللي هي بالتأكيد غير متهمة بالكذب أو غير متهمة بالكذب، ولا حتى صغار الصحابة، لكن بتكلم بس عن عقلانية المسألة.
فهتلاقي بقى جزء من الصحابه اللي هو عدى على المدينه، ما هو اعتبروا ان ده عشان كده مراجعه اكاديميا فكره الصحابي دي مش وقتها بقى. المهم الانسان اللي عدى المدينه كده ومشي قعد له سنه قعد له شهرين بيعتبروه صحابي برضه ماشي. في صحابي هما بيقولوا كده زي ما بقول لك وله صحبه، له صحبه يعني اقل وقت، واحسن الكتب قالت انه جلس او مكث في المدينه عاما سنه. اسمه ايه بقى؟ اسمه النواس بن سمعان. الصحابي ده رواياته قليله جدا، وركزوا في الاول ده، انا كنت قلته زمان في الخريطه واحد لكن ما يهمش اكيد في ناس مش متابعه، هركزوا في اللي هقوله عشان له بعد كده صدى. الحديث ده اللي هحكيه لكم ده هيمشي معانا كل الاحداث بقى الجايه اللي هي ما بعد القران، اللي هي العلامات اللي مش موجوده اصلا في القران اللي هي في الايام الجايه بقى، بس هناخد منه الجزء اللي احنا عايزينه. بس معلومه كده بين قوسين، الحديث 468 كلمه، فاهم؟ الحديث الرسول المفترض في نظرهم اتكلم 468 كلمة واتحفظت، مش بس اتحفظت من النواس بن سمعان، لا اتنقلت اللي بعده واللي بعده بنفس ال 400. خلي بالك ان انا احفظ مجمل القول وبليغ الوصف في كلمتين زي ما بيقول كده اللغة العربية ما قل ودل، وانا هقول لكم ليه انا بقول كده، عشان ده كلام رسول الله وطبعه صلى الله عليه وسلم، ده وارد قاعد جنب حد مهم. لكن بعيد بقى لما اقول لكم ليه لا يمكن الرسول يتكلم 468 كلمه، هذا غير وارد لا من الرسول ولا من اللي حفظ، دي حاجه. فالحديث ال 468 كلمه تعالى نتكلم بس، لان بعد كده هناخده كتير قوي الحديث ده، اللي هو تفرد به، اسمع كلامي زي ما شرحت من يومين، تفرد به مسلم عن البخاري، بمعنى لم يخرجه البخاري من اصله، ما جابش سيره القصه دي. هقول لكم جاب سيره ياجوج وماجوج ازاي بالكلام اللي يوافق تفسيري. ايوه خلي بالكم امبارح ده انا قلت لكم في حاجات لينا سلف، ان حد كده العظماء بتوعنا محمد عبده شلتوت، وفي حاجات ليس لي فيها سلف، انا بقدم لك اجتهادي وتفكيري العقلي المنطقي كباحث متمكن او متمرس في المساله دي، شغلي اللي بقدمه من قبل الميديا من ايام الكتابه من 2003 اللي متابعني. فتفسيري امبارح ده او هندسه القران بطريقه امبارح عشان نفهم ياجوج وماجوج ده انا بس، مش هتلاقيها في اي مشروع معاصر ولا اي باحث معاصر ولا تراثي. وانا هقول لكم حتى الاساتذه بتاعنا العقلاء رشيد رضا وكده حلوها ازاي، حلوها حل تاني، بس انا بقدم لكم اجتهادي انا. فتعالوا بقى ايه ناخد الجزء اللي مهم بعد ال 468 كلمه في اخر الحديث. مفترض الرسول في نظر من اخرج الحديث بيقول لي بقى، فأوحى الله إلى عيسى، لأن في عيسى بقى جه وكده، يا سيدنا عيسى عليه السلام مش دلوقتي، إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرر عبادي إلى الطور الجبل، ويبعث الله يأجوج ومأجوج. ده بقى أول الكلام في الحديث ده بعد 468 كلمة، يعني في خلالهم أنا أقصد يعني، وهم من كل حدب ينسلون، هو وصف القرآن له ملوش أي علاقة، ماشي. فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية، اللي دايما بيقول لك هتقل ومنسوبها هيقل وهتجف، وكل سنة يقولوا هي بتقل هي، مش هتكلم خلاص. فيشربون ما فيها كله، ما هم بقى طوال خلاص. ويمر آخرهم فيقولون، آخر واحد بقى جه، لقد كان بهذه مرة ماء. إيه ده كان في البحيرة دي ماء، تحس إن هم مش هتكلم، شربوا البحيرة كلها. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار، مش هتكلم برضه ساعة ما تيجي بالحاجات دي، لأحدكم اليوم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحد. ده مش نبي الله عيسى وأصحابه، لا ده يجوم يجوم هيبعت لهم حاجة كده تقرصهم يموتوا كلهم. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم مكان الموت، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم، اللي هم بقى اللي ماتوا اللي هو يأجوج ومأجوج، فتطرحهم حيث شاء الله، هترميهم بعيد.
وبعدين بقى يرسل الله مطر والارض تنضف. وبعدين في قصص كتير بقى بقول لكم، في ناس كتيره جايه، كتير كتير خلق الله جايين. يعني عيسى عليه السلام المفروض هيرجع، والمسيح الدجال هيقعد 40 سنه يعذب في الناس، ودول هينزلوا، وبعدين يجيبها المهدي المنتظر يقابلهم. أمم. خلاص نرجع للموضوع ده، حديث مسلم 468 كلمة يا صديقي، القصص بقى زي ما انت سامع كده، وهيجي وهينزل، وطير هتيجي تاخدهم تطيرهم، تمام كده. بصوا بقى حديث البخاري اللي ما اخرجش غيره، اخرج واحد تاني عن بعث الجنة والنار. يعني ايه؟ كم واحد يخشوا الجنة من النار، وهم بالتأكيد قوم ظالمين، يعني كانوا بيفتروا على الناس قايمين بشهادة القرآن اللي هم يجوبوا ماجوفة، ان هم هيدخلوا النار اكتر مننا اعدادنا، بس ما فيش حاجة مالوش علاقة بال. بصوا بقى الحديث السليم الرائع اللي اخرجه البخاري، وانا بقول دايما البخاري اضبط من مسلم، وده قولي طول الوقت. اقروا كده معايا على السريع. عن ام حبيبة بنت ابي سفيان، دي زوج رسول الله. عن زينب بنت جحش اللي هي برضو ام المؤمنين، رضي الله عنهن ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها، بصوا الكلام، دخل عليها فزعا يقول: لا اله الا الله، وين العرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردمي. شوف بقى الكلام اللي هيوافق التفسير بتاعي واجتهادي. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. يعني عمل دايرتين كده، خلاص كده قوة صغيرة جدا، خلاص مثل هذه وحلق. قالت زينب بنت جحش، أو بنت جحش أم المؤمنين طبعا، فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ بالعموم يعني بتقول له هو ممكن دلوقتي فعلا، ما هو فتح الردم هنا ملوش أي علاقة بأن الناس هتيجي، هو قصد رسول الله زي ما احنا فهمنا من القرآن في تفسيري اللي هو متوافق مع حديث البخاري، أنه مجرد فتح الردم يعني بداية انهدامه، وبداية انهدامه يا عزيزي يعني يوم القيامة، ولا في ناس، ولا في بقى الحديث بتاع مسلم خالص، ولا هيطيروا، ولا هتيجي طير تاخدهم ويبعت لهم رسوم في ودانهم، مش الكلام ده خالص. الرسول دخل عليها قال لها: ويل للعرب من شرك اقترب، لا اله الا الله. يعني قلبه مقبوض صلى الله عليه وسلم، مالك يا رسول الله؟ قال لها: فتح اليوم مثل هذا من ردم يأجوج، من الردم، نفس الكلام. فبتقول له يعني لو ده يوم القيامه نهلك وفينا الصالحون، مش قالوا ان اخر ثله يعني هتبقى ظالمه؟ قال: نعم، اذا كثر الخبث. حتى لو الصالحين موجودين ممكن نهلك، مش نهلك يعني نعذب، نهلك يعني الهلاك الاخير. هطلع فاصل ده وارجع.